مرحبا أصدقائي، الآن سنتعرف على كيفية تحديد موقع الأشياء على الشبكة باستعمال العقدة. إذا لاحظوا هذه الشبكة، نعم هي تتكون من خطوط أفقية. لاحظوا هذا خط أفقي ومن خطوط ماذا؟ أحسنتم، عمودية. هذا خط عمودي، وتقاطع الخط الأفقي مع الخط العمودي ينتج عنه عقدة. إذن العقدة هي مكان التقاء وتقاطع الخط الأفقي والخط العمودي، مثل هذه عقدة، هذه عقدة. الآن أين يوجد هذا المثلث؟ لاحظوا أين يوجد هذا المثلث؟ أحسنتم، لاحظوا هناك خط ماذا؟ عمودي. أحسنتم، كم؟ ما رقمه؟ ثلاثة. يتقاطع مع ماذا؟ مع خط أفقي. كم؟ رقمه أربعة. أحسنتم، إذن هذا المثلث موجود أو معلمته هي العقدة التي معلمتها ثلاثة أربعة، أي الخط العمودي ثلاثة ويتقاطع مع الخط الأفقي أربعة. أحسنتم، الآن أين يوجد هذا المربع؟ لنتدرب على الأمر الآن، واضح؟ الآن أين يوجد هذا المربع؟ نعم، نبدأ بالعمود. أحسنتم، ما هذا العمود؟ العمود أربعة. أحسنتم، السطر كم؟ يتقاطع مع السطر خمسة. أحسنتم، إذن المربع يوجد في العقدة التي معلمتها أربعة خمسة. الآن أين توجد هذه النجمة؟ أحسنتم، بارك الله فيكم، إذا توجد في العمود أو في الخط العمودي ثلاثة الذي يتقاطع مع الخط الأفقي واحد. إذا معلمة هذه النجمة هي العقدة التي معلمتها ثلاثة واحد. الآن من يرسم لي أو من يحدد لي مكان العقدة التي معلمتها خمسة ثلاثة حتى نرسم عليها مستطيلا؟ نعم، أين هي خمسة ثلاثة؟ إذا قلنا تقاطع ماذا؟ الخط العمودي خمسة مع الخط الأفقي ثلاثة. أين يتقاطعان؟ أحسنتم، يتقاطعان هنا. إذن سأرسم المستطيل هنا. إذا المستطيل يوجد في العقدة التي معلمتها خمسة ثلاثة، بإمكانكم أن تتدربوا على ذلك في منازلكم. أحسنتم، بارك الله فيكم.